طب خلينا نروح لجيلان. جيلان قولي لي، يعني انت بدأتي امتى سائل البالي المائي؟ بدأت وانا بالظبط عندي 6 سنين. يا خبر ابيض، انت كنت صغيره خالص. طيب يعني ليه بالي المائي؟ ليه لعبت اللعبه دي؟ والله انا كنت ماشيه مع بابايا في النادي ولفت نظري قوي البنات وهم بيتمرنوا، فعجبني قوي فكره ان هو ازاي في بنات بترقص في الميه مع المزيكا مع الايقاع، فشدت قوي انتباهي. قلت له انا عايز العب اللعبه. فحبيت ان انا عايز العب. وكان يعني نقول مثلا، يعني دخلت ازاي؟ رحت للمدرب قلت انا عايز اخش، ايه اللي حصل؟ احكي لي عشان تدي التجربه اللي الكباتن اتبنوها. انا بابايا اخدني، رحنا لمدربه عملت لي زي اختبارات كده في الاول سباحه. و كنت بتعرفي تعومي؟ بالظبط، انا كنت لازم في الاول اكون بعرف اعوم. كنت طبعا. في كنت في المدرسه بتاعت بالظبط مدارس بتاعت النادي الاهلي بتاعت السباحه، وبعدين اختبرتني في السباحه، وبعدين اختبرتني في الجمباز المرونه بتاعتي، بس فلقيتني ان انا كويسه يجي مني شويه، فابتديت بقى ان انا اشتغل من ساعتها.